دشموع لهب لحم كذا ولك محمود هو لحلو ودي تاني اقول لي الدورة راح تمتد لمدة 4 أيام راح يكون معنا دكتور وليد المزبل اليوم دكتور محمود العجرمي دكتور عدنان أبو عامر ودكتور أحمد يوسف على مدار 4 أيام في نفس الموعد والمكان اليوم نرحب بالدكتور وليد المزبل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات السياسية والتنموية إن شاء الله راح يكون في نهاية المحاضرة في مجال للنقاش طرح الأسئلة لمدة 3 ساعة إن كان عندكم بعض الاستفسارات والمداخلات أهلا وسهلا بكم والله مش عارف أنا بتعود أتكلم بدون خاصة في غرفة مغلقة يعني صوت مسموع صوت مش جهوري يعني. صوت مش جهوري يعني. أضعف حاجة فيه صوتي صحيح أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء حول التحليل السياسي الحقيقة الحديث عن التحليل السياسي ذو شؤون وشجون كما يقولون بمعنى أنه لقاء واحد غير كافي لإتمام هذا الموضوع الموضوع هذا يحتاج إلى العديد من الجلسات باعتبار أن التحليل السياسي ينقسم إلى قسمين حقيقة أولاً المعرفة السياسية بحد ذاتها ثم الجانب الآخر تفضل أنا أرجو أن الجميع يجلس يعني يتوفر له مقعد ويجلس يعني براحة يوسف تبع الموضوع لا يفعل في هنا فراغ يا جماعة في هنا فراغ عندي وفي شيء معد للضيافة أيضا اهلا وسهلا بالجميع مره اخرى الحديث عن التحليل السياسي ويعني لعله بالنسبه في الحياه الفلسطينيه بيحتل مساحه كبيره جدا من الاهتمام نسيت ان اعرف عن نفسي وليد المدلل استاذ بالجامعه الاسلاميه قسم العلوم السياسيه هذا الموضوع موضوع التحليل السياسي بيحتل في تقديري مساحه كبيره جدا من الاهتمام اليومي الفلسطيني يعني ما من بيت الا وتجد يستمع الى نشرة أخبار مفصلة واحدة على الأقل في اليوم على الأقل بمعنى تداول الأخبار في تقديري هو سمت فلسطيني بامتياز لا لي شيء إلا لأنه يعني بالنظر إلى القضية الفلسطينية التي يعني فتحت عيوننا على كل ملفات الصراع منذ أن يعني خبرنا هذه الحياة منذ أن نشأنا عليها وحتى هذه اللحظة التعاطي مع الأخبار هو شأن يومي وأستطيع أن أقول شأن لحظي يعني خاصة أمام التكنولوجيا المتطورة أنا لعلي أتحدث قليلا عن مدارس السياسة لكن لا يمكن الحديث عن مدارس سياسية ومناهج السياسة ومناهج التحليل السياسي قبل ما نتحدث عن مدخل لعلم السياسة مرة أخرى الحديث عن التحليل السياسي في تقديري يطال أمرين اثنين في غاية الأهمية الأمر الأول وهو المعرفة السياسية في حد ذاته وهي التي تحتل مساحة كبيرة جدا من المسألة إذا ما تكلمنا عن
الشأن الآخر من المعرفة السياسية، سأعود بعد قليل المعرفة السياسية. الأدوات التي يستخدمها المحلل السياسي، ما هي الأدوات التي يستخدمها المحلل السياسي في تحليله للخبر أو للظاهرة السياسية؟ لا أستطيع أن أحلل السياسة دون أن أعرف على سبيل المثال ماذا أقصد بالنظم السياسية. النظم السياسي، النظم السياسي مع كل ما يتفرع عن ذلك. هذا سبورة ممكن أنه ينضف الإخوة الموجودين شوية يعني الكحول أو من المواد اللي أو تعطي المناكير هذه اللي بنستعملوها شو اسمها، هذا بتشيله بعد هاللقاء. يعني النظم السياسية، النظم السياسية بكل ما يندرج تحتها من نظم، النظم التي عرفها العالم. لأنه لا يمكن أن أتكلم عن السياسة وأنا مش عارف ما هو النظام السياسي الذي حدثت فيه الظاهرة. لو تكلمت عن نظام ديمقراطي غير الموضوع يختلف تماما فيما لو كان الموضوع في سياق ديكتاتوري على سبيل المثال، يختلف تماما. ما هي طبيعة النظام؟ نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، نظام إسلامي، نظام رئاسي، نظام نيابي، نظام جمهوري، نظام جمعية كما هو الحال في سويسرا مثلا، إلى غير ذلك من النظام. قد يكون نظاما مختلطا، قد يكون له رئاسي وله نيابي، أمر واقع بين الاثنين. وهذا ما حدث كان نظامنا الفلسطيني مثلا، نظام يعتبره نظام مختلط، لذلك تنازع صلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء. يعني احنا ما زلنا بنعيش في سياق هذا التجاذب وهذا الصراع حتى الآن. والموضوع في الحال في تقدير يعني هو أكبر من صراع على الصلاحيات إلى صراع على البرنامج السياسي إلى آخره. وبالتالي لابد أن أفهم ما هي النظم السياسية. طبعا احنا في الجامعة بندرس النظم السياسية المقارنة، بتجيب تقريبا كل ما يتعلق بهذا في مقرر كبير جدا، في مقرر كبير جدا. في هذا السياق تتحدث عن كل الأنظمة وما يصدر عنها من أنظمة أيضا. يعني النظام الانتخابي مثلا، النظام الانتخابي يختلف من بلد إلى آخر، يختلف من بلد إلى آخر. أيضا من يعني محاسن الصدف أن النظام الفلسطيني أيضا حتى في الانتخاب يأخذ بالنظام المختلط الذي يجمع ما بين النسبية ونظام الدوائر مثلا. وما زال النقاش دائرا في هذه المنطقة انه ايش حيكون 50% دوائر، 50% مثلا قوائم، 75 25 الى اخره الى اخره. طبعا والموضوع واقع في منطقة التجاذب والنقاش والحوار الوطني حتى الان، ولم يتم حسم المسألة. الاحزاب الكبيرة، لو انا مثلا عارف النظام السياسي بعرف انه الاحزاب الكبيرة مش فارقة معها، لكن الاحزاب الصغيرة فارقة كثير معها. بمعنى إذا ما عرفتش إيش هو النظام السياسي في حد ذاته وما هي تفريعاته المختلفة، مش حقدر أتحدث في الشأن السياسي كثير. قبل ما أروح على دائرة الحوار أنا عارف الطرف الفلاني بده كذا، هو يفضل كذا، لكن فلان حيفضل كذا، وهكذا. هذه التوازنات بتصير مجرد ما طرح المسألة أو الحالة. النظم السياسية وهي كثيرة، والنظام السياسي يعني لا يمكن استيراده. النظام السياسي هو عبارة عن نظام يشبه بقية الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. هذا يأتي نتيجة لحالة تراكمية وتطور تاريخي لمجتمع معين فينتج هذا النظام. مثلا النظام الموجود في بريطانيا مثلا هو نتيجة لحالة تطور الحياة السياسية في بريطانيا في سياقات تاريخية معينة أنتجت هذا النظام. لذلك عرفت بريطانيا نظام الملكية الدستورية على سبيل المثال، لكن الملك أو الملكة موجود لكن كل الصلاحيات موجودة وين؟ عند رئيس الوزراء. طب ليش يعني هالإشكالية؟ مازال كل الصلاحيات عند رئيس الوزراء، الملك إيش بيساوي؟ خاصة وأن الملكية لم تعد موجودة أصلا في واقع حياة الناس سياسيا، وليست لديه صلاحيات. لذلك الملك في بريطانيا لا يحاسب. عليش يتحاسب؟ على قاعدة المسؤولية بقدر الصلاحية، وهي قاعدة ذهبية في السياسة. كيف أنا بدي أحاسبك على شيء وأنت ليس لديك صلاحيات؟ وبالتالي لا يحاسب، علاش بده يتحاسب أصلا يعني؟ ولذلك موقعه فخري. لماذا في إسرائيل في رئيس لكن الصلاحيات كلها لدى مين؟ رئيس الوزراء. لماذا هذا النظام وجد في إسرائيل؟
طيب لماذا نظامنا الانتخاب؟ طبعا نظامنا الانتخاب نظامنا السياسي جاء على نحو يعني غريب، بمعنى انه لم ياتي نتيجه لتطور الحاله السياسيه الفلسطينيه، بل جاء نتيجه لعوامل اجبار خارجيه كانت اقوى من عوامل العوامل الذاتيه في تصدير وفي انتاج النظام السياسي. حتى الان ما زال الامر واقع في منطقه تجاذب داخلي والجبر الخارجي. واضح؟ طبعا كل هذا يقع في منطقة النظم السياسية. طب نأتي إلى موضوع الأفكار السياسية التي يمكن التعبير عنها بإيش؟ بالفكر السياسي. بالفكر السياسي. كل ما له علاقة بالفكر السياسي وتاريخ الممارسة السياسية في سياقاتها النظرية. في سياقاتها النظرية. وهذا طبعا موضوع طويل الحقيقة، وله علاقة بالنظريات السياسية التي جاءت بتفسير الظاهرة السياسية في سياقاتها النظرية، تؤصل وتنظر للعملية السياسية في كل مستوياتها، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين التكوينات الدولية بعضها ببعض، العلاقة بين أو فلسفة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، طبيعة العلاقة بين الشعب والحاكم والحاكم والشعب، طبيعة العلاقة بين الحكام أنفسهم في الكيانات السياسية كما يسمى بنسق العلاقات الدولية، حدود الإجبار الذي تمتلكه السلطة باعتبار أن السلطة هي التي تملك الجبار من جهة وقهر الناس وأيضا تحتكر القوة الإجبارية، قوة ضاربة، الجيش، أجهزة الأمن إلى آخره، هذا فقط الدولة التي تحتكر هذه القوة، ولا يجوز لأي قوة أخرى أن تمتلكها باعتبار أن ذلك ازدواج في السلطة وهو مرفوض لدى الدول، ازدواج السلطة باعتبار أن ذلك يمس بأمن وهيبة الدولة. الدولة هي التي تحتكر القوة القهرية فقط. طبعا ما حد يحكي لي عن الوضع الفلسطيني لأن الوضع الفلسطيني استثناء، عشان تكون الأمور واضحة، عشان ما حدش ينظر إلى سلاح المقاومة على سبيل المثال على أنه سلاح خارج القانون، لا، المسألة ليست كذلك بالضرورة. أنا أتكلم هنا عن دول طبعا مستقلة اللي إرادتها يعني لديها وهي تستطيع أن تقرر ما تريد. طبعا قضية السيادة والتي يعني تعني فيما تعني مطلق السيطرة للدولة على كل أنحاء الإقليم، أن يكون لديك سيادة، أن يكون لديك مطلق السيطرة في أن تقولي ما تريدين، أن تتخذي أي من القرارات التي تريدين وهكذا. وبالتالي السيادة تعني مطلق السيطرة للدولة. طبعا الآن هذا المفهوم بدأ يتضرر بشكل كبير ويتراجع في ظل العولمة باعتبار أن هناك فاعلين دوليين ونظام دولي جديد لم يكن موجود في السابق، وبدأت تتقدم أو بدأت تتنازل الدولة صاحبة السيادة عن جزء من سيادتها لحساب هذا النظام الوافد الجديد أو ما يسمى بأنظمة العولمة، ولا تفسر ذلك على أنه هيمنة لحساب الآخر، بل العكس، تتكلم عن يعني مصالح استراتيجية وحيوية تريد الدولة أن تحافظ عليه. طبعا هذا الموضوع قصة لحاله، هذا عبارة عن يعني موضوع يتم تدريسه بشكل مستقل في العلوم السياسية. أيضا الحياة السياسية بشكل عام، الحياة السياسية بشكل عام بكل تفاصيلها اليومية، بكل تفاصيلها اليومية. في عندنا هنا فراغ يا جماعة، تفضل. طبعا إذا أردت أن أتكلم عن الأحزاب السياسية، بدي أعرف إيش يعني أحزاب سياسية، بدي أفرق بينها وبين قوى الضغط. قوى الضغط، إذا عرفت أن قوى الضغط هي عبارة عن جهات نظامية شرعية قانونية تأخذ ميزانية من الدولة ومن جهات أخرى، بعرف أن هذه الجهات هي عبارة عن جهات قانونية تمارس أعمالها في الضغط على السلطة وصولا لتغيير القرار بشكل نظامي. وبالتالي في حين انه يعني جماعات الضغط بتعمل بحريه في انظمه ديمقراطيه، لكنها هي ملاحقه بتهمه
المساس بأمن الدولة والتآمر على الدولة وإلى آخره وعلى أمن الدولة في دول أخرى. بالتالي معرفة أن هذا النظام ديمقراطي ولا مش ديمقراطي مسألة مهمة جدا في التحليل السياسي. طبعا هذا بتضمن العلاقة بالحاكم، العلاقة بين السلطة والشعب أو الجمهور، الأحزاب، جماعة الضبط، المصالح، جماعة المصالح، إيش كمان؟ نحن نشهد اللقاء يكون من طرف واحد، يعني كويس نحن نتفاعل. منظمات المجتمع المدني. المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. وطبعا الحديث عن مجتمعات منظمات المجتمع المدني يعني بيحتاج إلى يعني إلى وقت لشرح هذا الموضوع تراقب أمامه. بمعنى هل اللي موجود عندنا منظمات مجتمع مدني في بلادنا ولا لا؟ صحيح. يحتاج الأمر إلى نقاش، ليس هذا مكانه وليس هذا وقته، لكن فقط أنا أعطي أحيانا بعض المفاتيح لفتح الأبواب لي يعني استكمال النقاش حول هذا الموضوع. هل الموجود عندنا عبارة عن منظمات مجتمع مدني ولا لا؟ طبعا هذا ليس تشكيك في أحد، إنما فقط لفتح يعني نقاش عميق في هذا الموضوع. وطبعا بيجي الإعلام أيضا بوصفه سلطة رابعة، واليوم الإعلام يمتلك أدوات جديدة الحقيقة تتقدم على أدوات الإعلام التقليدي، لدرجة أنه صار في نوع من الإعلام الجديد صار يهدد في الحقيقة اللي هو الإعلام التقليدي، رغم أن هذا الإعلام التقليدي يعني عبارة عن إمبراطوريات، لكن في الحقيقة في الوقت اللي يعني بنتحدث فيه عن المواطن الصحفي أو صحفي المواطن، واضح أن الأمور بدأت يعني تأخذ مسارات جديدة. هذا الإعلام أيضاً هو جزء من هذه التكوينات، يستطيع أن يغير في القرار السياسي، يستطيع أن يضغط على القرار السياسي، يمكن أن يجابه السلطة، ممكن أن يفضح السلطة، يدخل مع السلطة في اشتباك. الأمر أيضاً كله بيتقرر بحسب طبيعة النظام، ممكن النظام فاسد كل هذول يروحوا في السجن في ضربة واحدة كل جماعة هذول، أو أحيانا يتم تغييرهم في بلد زي مثلا مصر، تلاقي فيه نوع ما يسمونه بقص العشب، يعني أي حد برفع رأسه طبعا يتم التخلص من هذه القوى أولا بأول. لذلك فيش عندك مجتمع مدني، لما بصير انتخابات بروح 2% بس من المجتمع، وكل هؤلاء يعني بيقودهم أصحاب المصالح. يمكن شفت الفيديوهات اللي طلعت كيف انه الناس بعد ما تنتخب واحد او مجموعه من الناس بيستنوهم بيعطوهم المعلوم، سواء كان يعني شرائح جوال ولا سندويشات ولا الى اخره، او بعض المخصصات الماليه النقديه الى اخره. طبعا هذا مش دوله ديمقراطيه ولا شك، لا يمكن هذا ان يمثل اراده ناخب على الاطلاق. الى غير ذلك من اشكال العلاقه اللي احنا ممكن نتحدث عنها. في عندنا اشياء اخرى لها علاقه يعني لم نذكرها، اللي هي ايش؟ متغير الاقليم. طيب نتحدث هنا عن أقسام العلوم السياسية. طبعاً هنا في الحقيقة هذه عبارة عن أقسام العلوم السياسية. تحدثنا عن الحياة السياسية، عن نظمها، عن فكر السياسة. إيش في عندنا كمان؟ العلاقات الدولية. العلاقات الدولية. زي ما تكلمت أنا طبيعة العلاقة ما بين الحكام والمحكومين. تكلم عن علاقات ما بين هذه الدول وهذه الكيانات وبين غيرها من الدول. وبين غيرها من الدول. تتحكم فيها القوة. نعم. وما هي مدارس العلاقات الدولية؟ ما هي النواظم؟ ما هي المؤسسات؟ ما هي التشريعات التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض؟ أنا وقعت اليوم معك اتفاقية كدولة، هل بقدر أجي بكرة أنقضها مثلاً؟ هذا بيحتاج إلى نقاش ومعرفة. أنا لو ما كنتش عارف هذا الكلام بقدرش أحلل السياسة. القانون الدولي ولا؟ نعم. فيما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الدستوري. في جانب آخر لم نذكره وهو قانون الدولة. أحسن. الجانب القانوني في منظومة العلاقات السياسية. فيش مؤسسة اليوم مهما صغرت فيش عندها مجموعة لوائح وأنظمة. مجموعة لوائح وأنظمة. طبعا الدولة من باب أولى أن يكون لديها هذه القوانين. هذه القوانين والتشريعات. طبعا عندنا أولا الدستور. أنا في ما يسمى بإيش القانون. القانون الدستوري. ما يعنينا في مركب الدولة القانون الدستوري الحقيقي. طبعا هناك في قوانين كثيرة، لكن ما يعنينا هنا في هذا السياق قانون الدستوري، ومنه القانون، ومن جملة هذه القوانين قانون الدبلوماسي. علاقات ما بين الدول تتم ضمن ضوابط وقوانين قواعد. طبعا طالبات بضحك لأنه بيدرسون وعندهم اليوم امتحان في القانون الدبلوماسي. ينظم العلاقة بين الدول. اي نعم. قانون الدبلوماسي هذا يعني ينظم العلاقة بين الدول بعضها ببعض.
لما بصير أزمة دبلوماسية لها ضوابط. لها ضوابط. كويس أنا كمحلل سياسي أفهم وين هذه الضوابط أو كيف أعرفها طبعاً بالتفصيل مدى أو بالقدر الذي أعرف فيه هذه التفاصيل بالقدر اللي بيكون فيه تحليل سياسي يعني على الجادة وفي الطريق الصحيح. واضح. طيب بالنسبة للقانون الدستوري، الدولة طبعاً الدستور هو أبو القوانين ومنه تصدر بقية القوانين، وهي كل قوانين تحاكي الدستور أو روح الدستور. وبمعنى أي مادة من القوانين في أي مجال من المجالات خالفت نصا من الدستور أو روح هذا الدستور طبعا تعتبر باطلة على طول الخط. خلينا نستظهر دكتور مثال، يمكن الطائرة الروسية اللي أسقطتها تركيا في دخولها للمجال التركي، يعني تركيا الآن حمت طبعا موقف تركيا القوي أنها استطاعت أن تقنع الناتو أيضا بصوابية موقفها، والناتو طلع وقال يا عمي هذا تم طبقا للقوانين الدولية، لذلك لاحظ روسيا بتبعبع فقط لأنه عارف حال الموضوع. لو إنه فعلا كان هناك نوع من الاعتداء ونوع من القرصنة كان الأمور أخذت مسار آخر. بمعنى لو أنا عارف كمحلل سياسي إن الأمور مضبوطة مثلا بالقوانين وتركيا دولة وازنة وخلف الناتو، أنا عارف إن الناتو مش يعني مش كثير حابب إنه يتورط في حرب من هذا النوع، لكن يعني موجود على الأقل في اتفاقية بتحكم حركته إلى آخره. روسيا لديها مصالح حيوية إلى آخره إلى آخره، وبالتالي أنا كمحل إذا ما فهمتش هذا المشهد لا أستطيع أن أتحدث في السياسة، لا أستطيع. في كثير ناس بنسمعهم متكلمين بالتلفزيون يعني بصفتهم خبراء محللين، لكن الأمر ليس كذلك. مع احترامنا للجميع يعني الأمر ليس كذلك، لأن شعر أحيانا الواحد فيهم زي معلق الكرة جاي عشان يرضي الفضائية اللي جايباه أو الحزب اللي باعته أو إلى آخره، وهذه مسألة في غاية الخطورة لأنه معظم المحللين جايين من خلفيات سياسية. بديش واحد بتجرد من أحكامه المسبقة وخلفيته الثقافية وارتباطاته والتزاماته وولاءاته يقدم تحليل وازن ومتزن وعلمي، لكن إذا بده يعني مثلا يقدم مصالحه على 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 الحقيقة بقول إنه والله الطائرة المصرية الطائرة الروسية اللي أسقطت على الأراضي المصرية بفعل خلل فني، وإحنا شفنا كيف التساوق أو يعني التهافت المصري الرسمي في تناول قضية الطائرة الروسية. يعني لسه الناس بتقول يعني يا هادي، فنزلت تقارير مفصلة عن انه في خلل فني، لسه الناس يعني مش عارفين وين وقعت فكان طبعا هذا مش بس خلل يعني فضيحة فضيحة. ليش مصر بتعمل هيك؟ عارفين ليش مصر بتعمل هيك؟ لانه قطاع السياحة يمثل في الدخل القومي المصري كذا، وبالتالي هذه فضيحة كبيرة جدا ناهيك عن التعويضات اللي بدها تدفعها مصر في حال إذا كان الأمر نتيجة لخلل. وأنا في تقدير روسي سوف تبتز مصر أكثر مما تتخيل، وهي جاهزة لذلك، هي جاهزة لذلك لأن دائما تحب تلعب دور البطولة الوهمي تسرق صورة انتصار، لكن تحت الطاولة تدفع كثير من التزاماتها من يعني مصالحها الحيوية ومن سيادتها. هذا قانون الدستور، بالتالي هذا موضوع موضوع القوانين موضوع قانون موضوع كبير جدا ويحتاج الى نقاش لا ينتهي. يعني مثلا اذا تكلمنا عن قانون الدبلوماسي مثلا انا فقط امر عليه مرور عابر، لكن كله عباره عن جمله من القوانين والمواد تقول الماده كذا البند كذا الى اخره، وبالتالي هذه الممارسه السياسيه كلها محكومه بقوانين جمله قوانين ومعايير. ما ينفعش انا والله اختلفت مع دوله اقول للسفير يلا ايش شو خلقتك، ما بينفع. في قوانين ناظمه للمساله وفي تحكيم دولي في يعني زي التسلسل الإداري. نعم نفس القانون. نعم ومستوى التمثيل وهو إلى آخره لازم أعرف هذا الكلام عشان لما نقول والله تم تخفيض مستوى التمثيل على سبيل المثال أتوقع على الأقل أتوقع على الأقل ما الذي يمكن أن يحدث، لأنه تحليل السياسي لا فقط عن يعني عن تفسير الظاهرة السياسية بل يتعداها إلى فهم الظاهرة، تعداها إلى النظرة المستقبلية. وإذا أنا عرفت إيش المشهد المستقبلي بقدر أخطط، وهي المهام المهمة جدا في التحليل السياسي. طيب الله أكبر الله أكبر يا مرحبا بذكر الله. الآن ما الذي يمكن أن نجنيه من التحليل السياسي؟ طبعا هناك فوائد كثيرة سنمر عليها مرورا سريعا. أيضا أولا دائما نحن بنحلل، حنتكلم ايش معنى التحليل بعد قليل،
يعني مقرر انه واضح على الاقل المفهوم في دلالته يعني المعرفيه، لكن حنتحدث بعد قليل يعني ايش تحليل. انا مش هتكلم بشكل اكاديمي لانه اهل الجامعه هم يعني اللي يختصوا، وما شاء الله كلكم يعني اهل علم وخبره وطلاب علم على الاقل بحد الحد الادنى، وبالتالي الكلام يعني يعني ان شاء الله يكون واضح. دائما احنا بنحلل بهدف الفهم، دائما عمليه التحليل مرتبطه بعمليه الفهم، لانه ظاهره سياسيه ظاهره متداخله، ويحوط الكثير من التشويه والبلبله والتعميه والغموض الى اخره. ظاهره سياسيه بشكل خاص طبعا هي متداخله، يعني احنا لو تكلمنا عن الظاهره السياسيه، الظاهره هنا السياسيه، سوف تجد فعليا وحقيقه تتقاطع مع كثير من الظواهر الاخرى. ممكن الشأن يكون ظاهرا يكون اقتصادي لكنه في حقيقته سياسي، يعني المشكله اللي صارت على المعبر والمتنا جميعا هي في حقيقه سياسيه، صح في امور اجرائيه وفنيه يعني مهمه جدا، لكن في الحقيقه الموضوع كله سياسه، الموضوع كله في مجمله موضوع سياسي. طيب ما هي الظاهرة اللي تتقاطع مع الظاهرة السياسية؟ بس عشان نشوف قديش الظاهرة السياسية معقدة. اقتصاد يعني. اقتصاد. ثقافة. ثقافة. مؤسسة عسكرية. الأمن. طبعا الأمن مفهوم شامل. ما ماذا أيضا؟ البيئة. البيئة. تاريخ. جغرافيا. الاجتماع، الجغرافيا، الديموغرافيا، السكان، الفكر، الديموغرافيا، كل الجوانب. يعني عارف ليش انا سجلت هذا المشهد؟ عشان اقول بدي اتكلم بالسياسه لازم يكون متنوع الثقافه، لازم يكون متنوع الثقافه. يعني ما خلصناش بالمناسبه، يعني انا كثير بسال طلابي بقول لك ايش علاقه العلوم السياسيه، ايش علاقة العلوم السياسية بالعلوم بالساينس، يعني العلوم البحتة؟ طبعا بيتبادر الى الذهن دائما انه فيش علاقة. في علاقة ولا فيش علاقة؟ ايش وجه العلاقة؟ تفاعلية. طيب خلينا نشوف ايش وجه العلاقة. هاي الساينس، العلوم. علوم بكل انواعها طبعا. قلت انه الحياة الحالة السياسية نتجت نتيجة تطور المجتمع. وصار في نظام وصار الآن السياسة هي علم السلطة. نعم. مش هي علم احتكار السلطة. قلنا السلطة بتحتكر القوة. السلطة بتحتكر القوة. القوة القهرية. جيبوا لنا فلان بيجيبوا لك فلان، بيطلعوك نص الليل بيجيبوك. ماشي؟ سيطر على هذه المنطقة، منطقة مغلقة عسكريا. ممنوع يعني ممنوع. واضح؟ ممنوع يعني ممنوع. من الذي يملك ذلك؟ الدولة التي تملك القوة، أجهزة القوة والقرارات. يعني هي تتسلح بالقرارات وبالأنظمة وكل شيء. طبعا هذه السلطة ليست لذات الأفراد، يعني مش والله هذا القوة للضابط الفلاني. لا طبعا هي يعني قوة تعطى لهذا الشخص أو هذه الجهة بمقتضى الوظيفة. بمعنى انه ما ينفعش هو يكون ضابط في الشغل وضابط في الدار وضابط في الحاره وضابط في الطريق العام. طيب الان بالنسبه للعلوم، طالما انه الظاهره السياسيه او السياسه هي عباره عن علم السلطه، علم السلطه وعلم احتكار السلطه، وهي عباره عن علم القوه ايضا احيانا يسمونه، لانه تحدث انت عن السياسه بمعنى ذلك هي علم القوه، او عفوا هي عباره عن علم القوة. نعم، والحديث عن كل من يشارك في رسم خارطة القوة. السلطة بتحتكر القوة، العائلات أيضا بتحتكر القوة في بعض المجتمعات، والعشائر شفنا في اليمن كيف ما شاء الله عشائر بكاملها يعني عندها قوة أكثر من الدولة. الإعلام لديه قوة، قوة الضغط عندها قوة، بمعنى أن القوة مفهومها العام تتوزع على كل بنى المجتمع، خاصة في المجتمعات الديمقراطية. يستطيع المواطن العادي الناقل يعني الذي يمتلك قدرته على
يعني يمتلك صوته يستطيع أن ينزل إلى الشارع ويرفع صوته ويغير أنظمة بكاملة، طبعاً خاصة إذا نزل بأعداد كبيرة جداً. شفنا ثورات الربيع العربي التي لم تكتمل بعد كيف أنها غيرت أنظمة. لكن طبعاً صح نتناقش كثير نتحاور على موضوع إيش النهايات، هذا موضوع آخر. لكن واضح إنه الإرادات العامة عندما تريد أن تعبر عن نفسها واضح إنها بتغير كثير. طيب طالما أن السياسة عبارة عن علم القوة، لاحظوا بعدوك قديش أعطت من قوة إلى السياسة. واضح. ما هو وجه قوة بلد زي إيران مثلا؟ أنها باتت قاب قوسين أو أدنى لامتلاك القوة الذرية، ولديها قدرة تصنيع أسلحتها. ودولة زي تركيا عمالة الآن بتشطب في اتفاقياتها مع الصين وغيرها في استيراد الأسلحة، لأنها صارت هي التي تنتج هذه الأسلحة. هذه عناصر قوة. مين المشكلة هذا الكلام؟ الناس العلماء في مختبراتهم، في مختبراتهم. ممكن لو نضفنا في العلوم، لو تكلمنا عن النظريات السياسية اللي بتفسر الظاهرة السياسية، تتكلم من منطلق مثلاً علم الرياضيات، ونتكلم عن نظرية المباريات، نعم، عن نظرية الدجاجة، عن نظرية طيب كلها تنطلق من نعم من صحيح نعم. يعني العلوم النظرية الرياضيات والإحصاء والعلوم الإحصائية على سبيل المثال تقع خاصة في المدرسة السلوكية، حنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى باختصار. وبالتالي اللي بيصنع هذا قنبلة نووية بيعطي كثير من القوى للحكام هنا، والسلاح البيولوجي والرياضيات وكل هذه التكنولوجيا اللي بين يدينا هذه عبارة عن عناصر قوة. أنت اليوم ما أنت قاعد في الدار تحت الحف بتقوم الدنيا. اليوم المسؤولين مش خايفين عن المساءلات الرسمية الجاية ومن التشريع ومن هنا ومن هنا من الجهات الرسمية، لا، خايفين عن هذه الحملات الإعلامية اللي بتصدعهم وبتخليهم دائما يتبعوا ما الذي يقال في الإعلام الجديد. بالتالي هذه أدوات حقيقة أدوات قوة. وأنا في تقديري ما يعطى للمواطن من هذه الأدوات لا شيء أمام ما تم اكتشافه فعلا. ما تم اكتشافه فعلا اليوم بتكلم عن واي فاي أسرع من الموجود حاليا، يعني ون جيجا في الثانية، ون جيجا بايت في الثانية. يعني أنت تستطيع أن أنت تتفرج على كل التلفزيونات على جوالك الصغير. هذا موجود في بعض الدول الأجنبية، أنا مشيت في الشارع الثاني واحد ماسك الجوال وبحضر مثلا في الرياض إلى آخره إلى آخره. طبعا المسألة يعني أعتقد ما يتم إنتاجه حتى في تقديري فيما يتعلق بالتكنولوجيا بيتم إنتاج أشياء جديدة لكن بتكون على الأرض. لما تخلص السنة بدنا ننزل موديل جديد، بننزل حاجة على الرف مجربة وبدنا نشتغل عليها. هذه مسألة يعني معروفة لمن عاش في هذه الدول الغربية قديش هي متقدمة. أنا قرأت خبر دائما كان يعني بذكرني إنه لا تشتري كمبيوتر، مش لإيش، لأنه حينزل بعد أيام كمبيوتر جديد. طبعا سرعات التكنولوجيا هذه موجودة بالحقيقة في الغرب بطريقة مذهلة، طريقة مذهلة. يعني أنا كان من يعني من ماي فيفرتس ان اروح على محلات التكنولوجيا واتفرج اخر ساعات التكنولوجيا في الماوس وفي الديسبلاي عشان الواحد يشوف وين الامور وصلت في التجسس والكاميرات وكل هذا الكلام. وبالتالي العلوم مرتبطه بهذا الموضوع. طبعا علوم الفلك والى اخره والساتلايت طبعا وحرب النجوم يعني ليست جديده الحقيقه، هي حروب يعني تعتبر قديم. الإعلام أيضا له علاقة، العلاقات العامة. لذا باختصار بكلمة واحدة، من يريد أن يتحدث في السياسة يجب أن يكون متنوع المعرفة، متنوع المعرفة. يعني مش بس يعني طشش يعني عارف حاجة بسيطة عن، لا، بدي يكون متخصص. إذا تكلم في التكنولوجيا بدي يكون خبير. منفعش أنا أتكلم في الأمن وأنا مش عارف إيش يعني التكنولوجيا، مش عارف إنه الكمبيوتر هو مطفي عن طريق المجال المغناطيسي تستطيع طائرة في السماء أن تسحب كل المعلومات اللي فيه. بعض الناس بصير أضحك أنا لما بقول بس أنت في الكمبيوتر شيل منه سلك الإنترنت. كلام فاضي مقارنة قدرة الدول على التجسس. يمكن التجسس بين الدول هذا لا يجوز القانون الدبلوماسي، يمكن أن تحصل على قوانينك أنت بالطرق الدبلوماسية. واضح. لكن من قال إنه دولة يعني متطورة من ناحية تكنولوجية تستطيع أن تجمع كل هذه المعلومات؟ زي ما تجسست أمريكا ضمن الاتحاد الأوروبي. إذا الاتحاد الأوروبي ميركل على جوال ميركل نفسها. طبعاً ألمانيا في الاتحاد الأوروبي تأتي أولاً، يعني ألمانيا تأتي الأولى على أوروبا. اللي بيجي بعدها مباشرة يمكن ترتيبه 20 بس هو رقم 2 يعني.
ألمانيا أولا، ومع ذلك تجسس على مصرية، تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا كيف قصة بولر الجاسوس الأمريكي تم يعني إطلاق سراحه قبل أيام، ومرت القصة وما حد يتكلم عنها للأسف الشديد. لما يتكلم السياسة بده يكون متنوع المعرفة ومتبحر. لا أفهم الظاهرة السياسية بدون معرفة التاريخ، لا يمكن، لا يمكن. لذلك الأقسام اليوم تدمج ما بين التاريخ والعلوم السياسية باعتبار أنه أشياء تفضي الواحدة إلى الأخرى. أنا لما أعرف نظرية سياسية، مدى صوبية النظرية السياسية، لابد أني أقرأ التاريخ. لما بدي أعرف ممارسة سياسية معينة، طبيعة العلاقة بين السلطة والحاكم التي تأخذ أشكال متعددة، إذا قرأتها في سياقات التاريخية بعرف وين الأمور رايحة. لذلك جاء القرآن الكريم، لعله ليس هناك سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها قصة، وهذه القصص لا تأتي لتشبه حالة المؤمنين الخلاريف والدردشة والتشاتنج، لا. أخذ العبرة، أخذ العبرة والعظة. لذلك أنت عندما تقرأ كتاب يعني اللايف هيستوري الخاص بشخص ما، أنت تعلم تجارب هذا الشخص كله صارت عنده، منواع التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. طبعا عمرنا قصير، خاصة يعني أبناء يعني أمة محمد يعني أعمارهم قصيرة زي ما أنتم شايفين، ما بين 60 و70، وقليل ما يجوز. لو رحتوا إلى اليابان حتلاقي واحد عمره 110 120 راكب دراجة هو زوجته. والله أنا لما شفتهم فكرت طالعين من القبر للتو، 120 راكب دراجة، وإحنا أنا فوق 50 كان قال لك يا ظهر يعني هاي. وروحنا الدكتور بقوله إيش بيلعب، بقول له مهدود حيلي، طبعا ظروف الحياة والأكل والشرب وطباع الناس تختلف، لكن أنا بقول لك إنه في اليابان 120 ببقى راكب دراجة وطاير فيها. معقول السوشي له دور؟ والله مش عارف يا أخي شو القصة. بقول عمر قدامي لسه. ها؟ بقول عمر قدامي كمان. يعني بيحتفلوا بعد هذا العمر بأمور قال ممكن إنها تصير في المستقبل، مش عارف إيش القصة. قصدي أقول إنه القراءة هي مفتاح للمعرفة، ما زالت يعني حتى أمام هذه التكنولوجيا، لكن ما زالت القراءة هي عبارة عن المصدر المهم للمعرفة، قراءة. وإحنا أمة تقرأ. لكننا لا نقرأ. في بعض الإخوة هنا موجودين عاشوا في الغرب لبعض الوقت أو لهم إطلاع على الثقافة الغربية. القراءة يا أبو إسماعيل جزء أساسي من الحياة الغربية. يا أخي مش مسألة يعني جزء أساسي. ثقافة. الطفل الصغير هو طالع في الترين. شفتوا وأنت طالع؟ هم طالعين في الترين كيف؟ يكون ماسك في بعض الصحف الإسرائيلية اليهودية صهيونية مجانية موجودة عند اللي هو البوابة التشيكن. طبعا في عنده بعض الصحف والمجلات مجانيه، طبعا معظمها صهيوني، بخذها وبروح بقراها. الطفل الصغير والكبير والمراه والرجل كلهم مفتح الصفحه اللي بده اياها. بلجيكا اظن قبل شهرين نزلت حوالي 2 مليون كتاب في الشوارع وهذا. اي نعم. لا القصه يعني يضيق الوقت بالحديث عن هذا الموضوع. انت كباحث تستطيع ان تطلب اي كتاب حول العالم يجيبوا لك اياه على طول الخطمه. انا صارت معي والله، أنا زي ما تقول عملتها في النهاية إيش نوع من يعني الاكتشاف. معقول أنا لو قلت لهم بيجيبوا لي إياه؟ والله رحت اللايبريريون قلت له أنا بدي 1 2 3 4، قالت لي ماشي أديني الكونتاكت ديتيلز وأنا والله مر يومين 3 4 لو متصلوا علي بيقولوا لي أجبنا لك الكتب. أنا قلت جبنا لك الكتب ضرب يعني كفا بكف. فأنا بسأل اللايبريريون من باب الفضول، أقول لها مين ممكن يستفيد من هذه المجموعة؟ التي في تقديري أنت فقط، بمعنى أنهم جابوا لي فقط هيروح إلى المكتبة. نعم، بس كلفة مالية عالية جدا، كلفة مالية. تستطيع أن تستعير من المكتبة 30 كتاب مرجع. مرة استعرض ما لقيتش حد يشيل من عندي، طلبت سيارة والله. واضح. فالمعرفة متاحة، وعندك في عندهم قوانين الحق في المعرفة. تستطيع أن تذهب إلى أي وزارة يقول له اديني الكشوف بتاعك، هو لازم يفرج عن هذه الكشوف. حق في المعرفة. ليش؟ لأنه السلطة تختبئ خلف جدر سميكة جدا من الجهل. لذلك القوانين متشرعة ومش عارف شو موجودة وين في الدرج المسؤول، واختش بطلعها لما تعمل لصالحهم. قل لك هاي النظام يا عم، هاي القانون بقول كذا. طب يا عم قل لي القانون بقول هيك من زمان. قل لي اياهم وشوف المسافرين هذول مين اللي اسماء اللي اجت وبدوا مسافروا. مش فجأة يكون اسمه في الكشف وفجأة ما يلاقيش اسمه في الكشف. ذلك البوح
والشفافية مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. طيب الآن ما هي فوائد التحليل السياسي غير قضية الفهم؟ غير قضية الفهم، أولا البعد عن الأحكام المطلقة خاصة في أوساط ليست علمية وليست ديمقراطية، بتلاقي في أحكام مطلقة في كل شيء، والله الطيارة فجرها خلل فني، انتهت القصة، سكروا الباب وانتهى التحقيق. ما بصير هذا الكلام، ما بصير، لأنه الحقيقة تغيير. هو البحث إيش الفائدة منه؟ البحث والتحليل والتقصي إيش فائدته؟ الحقيقة، الحقيقة، قد تكون حقيقة نسبية أو حقيقة مطلقة، لكن في النهاية الوصول إلى الحقيقة نوع من المقاربة التي توصلك إلى الحقيقة. الإنسان دائما من يوم أن خلق هو يسعى للبحث عن الحقيقة، حقيقة هذا الكون. فلما رأى الشمس قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفلت وطبعا قال إنه هذا الشمس، فلما أفلت قال إن لم يهدني ربي لأكون إلى آخره. بمعنى الإنسان دائما خلق وهو مفطور على الاستطلاع وحب المعرفة وعنده فضول عارم جدا. بعض الناس عنده استعداد يقرأ كتاب من 500 صفحة في ليلة واحدة، والله عينه ما بترف لما بدخل بيقرأ الكتاب. ومرة أخرى عادة القراءة هي عادة تتأصل مع الناشئة، ويشجعها نظام التربية، يشجعها الأباء، نظام الأسري، الدولة كلها إلى آخره. لذلك أطفال بيقرأوا، والله أنا يعني حتى الآن بحار، يعني كيف الناس هذي بتقرأ؟ هتقول لي إيش بيقرأوا؟ مش دخلي يعني إيش بيقرأ، طبعا كل إنسان حسب اهتماماته، لكن الناس بتقرأ بطريقة عنيفة. ايش الواحد مسافر على الطياره في شيله شغله والعمل اللي يقرا، قول الكتاب بقعد يقرا، بتيجي الوجبه بكلها هو بيقرا، بسكر الكتاب بنام بغفى بفتح الكتاب وهكذا. الكتاب في بنطلون الجينز، انا عجوز كبير صغير كله بيقرا، كله تطلع في الباص اللي انت مسافر فيه، انت عمال بتطلع على شجر اللي بلف، هم عمالهم بيقروا. انا بعتقد تفسيرها انه شغله مثل هيك موجوده بس عند ناس بتحترم عقولها. طيب احنا ليش بنقرا ايش التعليمات اللي جايه على الجوال؟ اول ما بيجيك جوال جديد هديه ولا بتشتري، مين فيكم بيقرا اللي هي الجايد بوك بتاعها؟ مين هذاك مش ممكن يمد ايده على الجوال لما نقرا كل الجايد وكل التعليمات؟ طبعا احنا احيانا معاش وقت انه نشوف بمزع الكرتونه بتاعها مزع، علشان عارفين للجوال بكون الكهرباء 110 بحطها 220 بنحرق الجهاز. طيب التحليل السياسي إذن هو ابتداء هدفه المعرفة والفهم، البعد عن الأحكام المطلقة، والبحث في كافة الاحتمالات الممكنة، لأن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة والحقيقة فقط. ثالثا معالجة القضايا والمواقف بشكل أكثر وعيا وعمقا، والابتعاد عن الأفكار الفردية والعاطفة إلى آخره إلى آخره. عدم الوقوف عند رأي واحد والانفداء على كل الآراء، على كل الآراء، وبالتالي القدرة على مناقشة الآراء وتفنيدها إلى آخره إلى آخره. خمسة حسم نطاق الأزمات المتفاعلة. أحيانا بصير عندنا يا جماعة مشكلة، لا مشكلة معبرة، هذا بحكي وهذا بحكي. بتكلم هنا عن الصالة الخارجية على الحال، لا أتحدث عن البعد السياسي للمسألة، أتكلم عن الجانب الإداري الفني. هذا بتكلم هذا بتكلم هذا بتكلم. في النهاية مش معقول هذا الكلام، لابد نصير تصويب، لابد نصير تصويب. أي خلل إذا لم يكن هناك تحقيق نزيه لن تصل الحقيقة. بمعنى الخطأ حيظل موجود. اليوم احنا بنتحدث الجامعة الإسلامية بتطرح مقرر اسمه مقرر ماجستير اسمه الكوارث. اين إدارة الكوارث؟ إدارة الكوارث والأزمات، إدارة الكوارث والأزمات. اليوم أمام التطور التقني الضخم جدا، الإنسان بيوته زمان كانت من الطين، لما كانت المية تجري في البيت بيتين ثلاثة الله لا يقيمها، لكن انت اليوم في عندك بنى تحتية معقدة، بنى تحتية معقدة. طب لو صار عندك أزمة مين بده يحل لك المشكلة اذا انت ما كنت جاهز وتفكر بطريقة علمية؟ بمعنى مين اللي بده يفكر؟ هو رجل السلطة اللي بده يفكر، هو اللي بده يفكر، هذا بده يخطط. المسؤولية ليست جلوس في مكاتب مدفأة ومكيفة والتوقيع على الأوراق الرسمية، أبدا. بدك تفكر، عشان يعني دائما التفكير الوقائي هو أفضل مليون مرة من التفكير الاعتباطي. تجري وراء الأزمة لما تصير،
أنا الحقيقة يعني قدر لي أن أذهب إلى اليابان. أنا طبعا اليابان تجيني في المنام وهلاوس يعني، لأنه عبارة عن ناطحات سحاب تحت الأرض وناطحات سحاب فوق الأرض، وكله متحرك على طبقة صخرية غير مستقرة، كله متحرك. بتلاقي العمارة عملت هيك ورجعت تاني، لأن أسس البناء الذي بنيت عليه هذه العمارة تسمح بشوية مرونة حيث يميل المبنى ويرجع تاني. طب إيش العقلية هذه اللي أنتجت كل ذلك؟ طب ما هو عندك طبقات تحت الأرض، هذا القطارات السريعة اللي تحت الأرض هذه عبارة عن عدة طبقات، يعني أنت بتنزل في أسانسير سريع، سواء كان درج أو أسانسير سريع جدا، فكل هذه الطبقات اللي فوق بعض كلها بتتحرك، بصيرش فيها حاجة. ولما بصير زلزال كان قال لك والله أصيب مش عارف 10 أنفار. شباب فيش كراسي عندكم؟ مش معقول فيش كراسي يوسف؟ أنتم محلية. طيب ف يعني طبعا انجرح كم واحد. وأنا في الحقيقة ليش بقول هذا الكلام؟ بقول بألم شديد، لأني حضرت الغربيين لما بدرسوا أولادهم، لما بدهم يعلو قيمة الحياة الغربية. والله أنا شفته، لأن اشتغلت أنا في مدرسة إنجليزية لمدة سنتين. طبعا دائما الإنسان بيحاول إنه يصدر قيمه للناشئة، فلما بيجوا يتكلموا عن الزلازل، مع إنه موضوع علمه ملوش علاقة بالقيم، بيجوا بيقول لهم اطلعوا الزلازل، بيجي لهم صورتين زلزال ضرب أرمينيا مثلا، أرمينيا أو بلد في باكستان أو في الهند، والآخر ضرب مثلا نيويورك. ولك طلع كيف طلع كيف أضرب مثلا بلد غربي. إحنا عدد الضحايا أنا واحد مات وأربعة جرحى وعشرة هلع، وهناك بتكلم عن آلاف من القتلى، آلاف وبنى تحتية وإلى آخره. أقول لك هذا لأنه عالم متحضر، هذا عالم متخلف، هذا عالم ثالث، عالم يعني مش عارف شو إلى آخره. وهذا تترسخ وين؟ في عقلية الناشئة. تترسخ في عقلية الناشئة إنه القصة يعني عويصة يعني. ولذلك الرد على سؤال ماذا يكرهوننا، هذا تشرب الكراهية من هو صغير بطرق مختلفة، وهذا هذا متقدم هذا متخلف. إحنا عالم هم عالم. هذه صور نمطية بنيجي إحنا في ممارسات الخاطئة طبعاً على مبروعة بلادهم بنكرسها. بنكرسها بأشكال مخجلة الحقيقة. واحد كلها بجلبية بيضة في قلب لندن ماسك الدولارات وقاعد برمي شمال يمين. ليش؟ لأنه سكران. بقول لك هذا العربي. أو مثلاً بيجي بيشتري مبالغ ضخمة جداً يعني غير منطقية. أو بطلب أكل وبكلوش كله، في حين إنه الإنجليزي ولا الإيرلندي آخر حبة رز في الصحن إيش بسوي؟ بضل وراها لما نشيلها آخر حبة رز. والله هيك ثقافتهم، هيك ثقافتهم. طب ما إحنا أولى، المال مالك والورد. شوف على من يعزم يعزم رئيس الفرنسي ساركوزي على صينية فيها خروف قاعد زي هيك، ما مستوعبش الموضوع. طلع يقول له ايش هذا؟ هذا موقف، هذا مقزز. وعملوا طوش مع السعوديين ايام وقالوا له اهدى، بس انت اهدى اهدى، بنجيب لك اكل يعني غربي اللي بدك اياه الى اخره. لا يمكن يستوعب مثل هذه المشاهدات، لا يمكن، لانه بيعتبر انه هذا نوع من التعدي، نوع من العدوان على البيئه والطبيعه. انت بدك تاكل خروف لحالك، طب والناس الثانيه اللي بتموت جوع؟ كل دقيقه بموت شخص في هذا العالم، بيموت طفل في هذا العالم نتيجه النطرشه، نتيجة نقص التغذية. وين أنت؟ لذلك بعض الإخوان اللي بيخاطبوا الغرب أحياناً بيخاطبوا بطريقة يعني خاطئة، بيخاطبوا بطريقة خاطئة. بدك تعرف ثقافة الناس، وهذا في الموضوع السياسي. أنا بدي أعرف الثقافة الاجتماعية، واكتشف بعرف الثقافة الاجتماعية لما هم يقولوا نكتة وأنا أضحك عليها، بكون أنا استوعبت الثقافة الشعبية والثقافة ثقافة المجتمع، اقتربت منه أكثر. لكن كثير من طلابنا وأهلنا لما بيسافروا بيكون علاقته فقط بالجامعة، البص بيخلص الجامعة بياخذ الشهادة وبيسحب حاله ويجي مروح، ملوش علاقة بالمجتمع على الإطلاق. أبيض والله، لو راح السوبر ماركت ما عارف يشتري، بياخذ طبعا كل حاجة وبروح للكاونتر للكاشير بدفع، بقول له هاو ماتش، بقول له كذا، بدفع ويسحب حاله ويجي مروح. ما له علاقة فقط المجتمع، كيف المجتمع بفكر، ما هي طرقه، ما هي منهجيته، ما هي العلاقات القائمة بين هذا المجتمع. حقيقة بصير فيه نقص كبير جدا، وبالتالي لا يستفيد من مثل هذه العلاقة.
وبالتالي موضوع الأزمات وإدارة الأزمات مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالأزمة السياسية، لأنه كثير من الأزمات اللي بتصير في البلد زي التفجير والإرهاب حتى المشاكل البيئية اليوم، حتى المشاكل البيئية لها علاقة بالأمراض والتصحر، لها علاقة بالاحتباس الحراري، هذه لها بعد سياسي، هذه لها بعد سياسي. واليوم مجموعة العشرين والمجموعة قمة المناخ هذه إيش قاعد تساوي؟ لاحظوا معي مش وزراء البيئة اللي جايين، لا رؤساء الدول اللي جايين. طب ليش؟ معناته دبلوماسية، الموضوع سياسي، قرار سياسي، الموضوع سياسي على طول الخط، موضوع سياسي. بالتالي أبو السياسة بده يفهم بكل هذه المسألة. طبعا هو يعني لا يقتصر ذات الأزمات والكوارث على السياسي، لكن هو بكون يعني موجود في رأس الهرم، رأس التشكيلة، في ناس يعني خبراء إداريين وفنيين وأصحاب اختصاص، لكن هو غالبا بده يكون موجود. المشاركة بصناعة القرار السياسي، أنا لما أفهم سياسة فأشارك بصناعة القرار السياسي، بعرف وين الطريق. كثير منا في مجتمعاتنا بيكفر في السياسة لأنه شاعر أنه هي عبارة عن صناعة الأفاكين، يعني الأفاكين والكذابين والدجالين وإلى آخره. لكن لما أفهم السياسة بعرف يعني بعرف أنه القصوري هذا هو الذي أفسح المجال لهؤلاء أنهم يلعبوا سياسة ويملأوا الفضاء السياسي. وبالتالي المشاركة السياسية مسألة في غاية الأهمية، وكثير من الأحزاب بتعلم أولادها وبتثقفهم يعني على المشاركة السياسية، وهذا من أحد إيجابيات الأحزاب الحقيقة. المشاركة في تكوين رأي عام بخصوص قضية ما، لا يمكن أنا أن أشكل رأي عام حيال قضية ما وأنا مش عارف إيش اللي صاير، مش عارف الحق عمين. لابد إني أنا أفهم سياسة أولا، وبالتالي التحليل السياسي قد يوفر مثل هذا الفهم. طبعا الحديث عن حديث مع الرأي العام بيكون في وقت الأزمات بشكل خاص، بمعنى يكتسب قيمة استثنائية في وقت الأزمات. لاحظ كلكم كان في فترة الحرب شغل الراديو اللي في جواله، لكن لما انتهت الحرب يمكن ما شافش الراديو من ايامه. شيء ليش؟ في وقت ازمه بصير يلتمس الانسان اي فرصه لمعرفه خبر. اي نعم، الكشاف بصير احترام لانه يعني في راديو، خاصه انه فيش لا انترنت ايامه ولا في كهرباء، وبالتالي الكشاف يتقدم على غيره من اجيال. التحليل السياسي يؤدي الى تهيئه جيل أو كادر، تهيئة جيل أو كادر له علاقة بالتحليل السياسي، يعني بمعنى أنه موفر كادر ومتدرب أو ماهر في ما يتعلق بالتحليل السياسي، يجد عمله في مؤسسة الدولة، في مراكز الأبحاث، في أجهزة يعني الإعلام المختلفة وإلى غير ذلك، يعني كل ما يلزم والجهات الحكومية المختلفة. التحليل السياسي الذي أتحدث عنه يمر بأربع مستويات الحقيقة، أربع مستويات من ناحية الهدف والوسيلة. النوع الأول هو التحليل السياسي الوصفي. الوصفي إن أنت عمال نصف ظاهرة سياسية بتصير، والوصف هو عبارة عن وصف الظاهرة من الخارج. التوصيف دائما بيكون خارج، والله أنا شفت اليوم مظاهرة شارك فيها كذا كذا، بتكلم عن العدد، بتكلم عن الغايات، بتكلم عن الهدف، شيء أنا رأيته، لكن لا أستطيع أن أعطي حتى هذه اللحظة، بمعنى التوصيف لا يتجاوز فقط وصف الظاهرة من الخارج، هو مهم. يعني أنا لما أشوف حالة الاحتجاج كم من واحد ماشيين بشكل متشتت بعرف أنه حالة الاحتجاج ضعيفة، بمعنى انطباعات الأولية أنه ضعيف، غير لما نشوف أعداد كبيرة. بمعنى المشاهدة والوصف مسألة في غاية الأهمية، لكن هي عبارة تأتي كمرحلة مرحلة، ولو عبارة عن وصف للظاهرة من الخارج لمكوناتها الخارجية، ويتم ذلك من خلال المتابعة يعني النظر المباشرة أو عن طريق المنهج التاريخي وتحليل النظام باستخدام أساليب متعددة. النوع الثاني من التحليل السياسي، النوع الأول قلنا وصفي. اثنين تفسيري، أنا أفسر الظاهرة، أنا مطلوب أني أفسر الظاهرة موضوع الدراسة من خلال التحليل السياسي.
هتكلم هذا قليل. ايش اقصد التحليل السياسي؟ انتم اللي هتقولوا لا حول مش انا. طبعا التفسير هنا انا لما بحلل بفكك الظاهره. يعني لو بدنا نعرف على سبيل المثال كيف بيشتغل هذا الميكروفون، كل ما في الامر مفكك وانت بس اليه العمل مكونات. تعرف مكوناته وشطارتك ان انت ترجع تاني عشان تكتشف العلاقات العلميه ما بين هذه الاجزاء. يعني لو ست البيت عرفت انه المولينكس هذا تروس وبلاستيك تشتروش، انا والله انه حيخرب بدري هذا الشيء. لذلك الالعاب اللي احنا بنشتريها للاولاد غالبا لما تكون رخيصه بتكون محاور الحركه فيها ايش مالها؟ ضعيفه، لانه هو بده يتخرب وتشتري كمان وهكذا. علشان هيك انا عندي يعني مبدا في الحياه انه اياك تشتري حاجه رخيصه. حاجه رخيصه هي الحاجه الاغلى. يعني كما قال بعضهم ليس لدي مال لاشتري سياره قديمه. ليس لدي مال لاشتري سياره قديمه، معنى السياره القديمه تكلف اكثر من السياره الحديثه. هذا منطقي، يعني انا مستعد اعمل حسبه يعني معكم. السياره الجديده او الجهاز الجديد ارخص حقيقه، يعني أنا ليس ادعاء من، لكن انت في لحظه ما معكش الا تدفع هذا المبلغ، لكن انت دفعت ثمن. نهيت طبعا عن الفروق العميقه جدا ما بين المواصفات هنا وهناك. اي نعم، فيش مقارنه بين هذا، فيش مقارنه ما بين. طيب بالنسبه للتفسير، اذا انا افسر الظاهره وعلاقاتها العليه، لماذا احنا فكرنا؟ انا اذا فهمت الظاهره واستطعت ان اصل الى حاله من الفهم والوعي للظاهره، استطيع ان اخلص الى المستوى الثالث وهو التفسير التوقعي. انا استطيع اتوقع او استشرف. Prospective studies هذا عباره عن علم في الغرب، علم الاستشراف، علم المستقبل. طيب هل علم المستقبل ليش سموه علم هم على اي حال؟ مع انه بتكلم عن المستقبل، يعني علم المستقبل يصدر عن الماضي، فهمي للماضي، معرفتي بالماضي، فهمي للحالة الراهنة الحاضر، وأستطيع بالتالي أن أتنبأ بالمستقبل. لذلك عشان أكتب سيناريوز لازم يكون في عندي هذا الحدس للمستقبل. فاش واحد يكون مخطط ويعني يكون في عنده بلادة في الحس. طبعا الحدس هذا بيجي من خلال الدربة والمعرفة. زي واحد مرة دخلنا في السيارة اللي احنا ركبينها ستيرن، هذا من باور ستيرن، صار يعني فقد صفة الباور اللي يونا في الستيرن، صار قوي جدا. عشان انت تحركه بدك اثنين ثلاثة عشان يحركوا معك، طبعا تعمل احلى حادث. فدخلنا في كراج، فطفل صغير، هو صبي صغير، قال ايش في عندك؟ قلنا له والله الستيرن. قال افتح الكبوت. فتحنا اللي هو غطاء الموتور، مد ايده الولد الصغير وعمل حاجه، قال شغل، حلت المشكله. يعني بقول لك الموتور ولا خربان، هذا خبير. قصدي اقول انه هذا بحكم التجربه والخبره، رغم سنه الصغير عرف مباشره. وبعض الميكانيكية أول ما تخش السيارة في الكراج يقول لك السيارة فيها كذا على صوت الموتور. خبرة. واضح؟ على الصوت، الخبرة. وفي الغرب بيقولوا experience comes first. والله ما بيسألوا لا عن شهادتك ولا عن طولك ولا عن عرضك. بيقول لك your experience. تجربتك. خبرتك الماضية. بيقول والله أنا اشتغلت في المكان الفلاني، اشتغلت في المكان. عشان لما بدك تعمل CV اكتب عن تجاربك. بدك تسوق حالك. توصل يورسلف، بدك انت تكتب عن تجربك السابقه. والله هم بدهم واحد في الكاشير، والله انا عملت في الكاشير واحد اثنين ثلاثه اربعه الى اخره. فهذا بيكون يعني صاحب تجربه. نعم، بيكون يعني قوه او عنصر قوه لقبولك في هذا الموضوع. وبالتالي عشان انا اتوقع بدي اتكلم عن السيناريوز مثلا، ايش والله مستقبل علاقه بين المقاومه مثلا
والنظام في مصر. إذا بدك تتوقع هذا الكلام علشان المقاومة تستطيع أن ترتب أمورها على هذا الأساس. توقعات سيناريوز هذه يعني دائما بتيجي في التقديرات الاستراتيجية علشان أنا أعرف إيش بده يصير. ما هو الشطارة مش إنه أنا أعرف إيش بده يصير بعد ما يصير، لأنه بعد ما يصير الحدث يتساوى الناس يعني عالمهم وجاهلهم في المسألة. هذا صار يعرف وهذا صار يعرف، ما قيمة ذلك؟ قيمة ذلك هو الإنسان يعني يستطيع أن يستشعر ذلك قبل أن يقع فعلا. وهذه مسألة في غاية الأهمية ولا علاقة بإيش مسألة أعلى في التفكير أو في التحليل الاستراتيجي التحليل السياسي، وهو إيش التخطيط الاستراتيجي. وأنا ما فهم يعني، لأنه الإنسان لا يستطيع أنه يخطط. يعني أنا لو مش عارف أن يوم الجمعة حيكون يوم إجازة بالنسبة لي، بقدرش أقرر أن يوم الجمعة أزور سين من الناس، بقدرش. لكن أنا لما أقرأ قراءة مبكرة ومستقبلية إيش ممكن يصير في يعني في لونج تيرم على سبيل المثال، بقدر أخطط. وبالمناسبة التخطيط يعني يمكن عندنا في التخطيط حاجة ترفية كتير صحيح في مجتمعاتنا، لكن اللي عاش في الغرب بيعرف أنه لو سألوك في بداية السنة إيش بدك تعمل في الصيف وقلت لهم مش عارف بصير يضحكوا عليك على صعيد الفرد. يعني صعيد لا هو مسؤول ولا هو يعني شخص عادي. لو حد زميلك قال لك إيدك صف ليزا الصفية قلت له مش عارف، يصير تقول له ما قررتش ماشي الحال، بس ما تقولوش مش عارف، لأنه لازم أنت تعرف، لازم تخطط. ضايل 12 شهر ماشي الحال، بس هو بالنسبة ل 12 شهر هذولا لازم أنت تعرف إيش بدك تساوي. والله كانوا يضحكوا علينا لما يقولوا لنا إيش بدك تعمل، نقول مش عارف. ليش؟ لأنه تخطيط. تخطيط الطفل الصغير يتعلم كيف يخطط أسبوعه وإجازته وكذا. لأن الدولة التي لا تخطط واقع في أزمات طوال الوقت. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة عندها الخطة الاستراتيجية لها ل 2050. لا شك في ذلك. في إسرائيل مثلا بعض الخطط حالي بسموها 2020، يعني 2020 وخطط منشورة. وإيش بدهم يعملوا؟ 1 2 3 4 في متعلق بالاستيطان والتهويس كل حاجة. نعم. حتى تركيا كمان. تركيا على سبيل المثال. أي دولة بتحترم حالها طبعا تبدأ تخطط. ماليزيا عشان. تبدأ تخطط. صحيح. الآن ما هي الخطوات؟ خلينا نتحدث فقط شوية عن تحليل بعد نذهب إلى المناطق الثانية. أربعة والنزع. نعم. الوصفي والتوقعي. الوصفي والتفسيري والتوقعي والتخطيطي أو تخطيط المستقبل هي أربعة. هو التوقعي. أنا طالما قدرت أتوقع أستطيع أن أخطط. الآن ما هي الأفكار التي تتبادر إلى الذهن عندما نتحدث عن التحليل السياسي؟ بالمناسبة التحليل قد ينطبق على السياسي وقد ينطبق على غير السياسي. يعني قد يكون تحليل اجتماعي، قد يكون تحليل اقتصادي. واضح؟ وبالتالي يعني كل العلوم تشترك في ماهية التحليل كآلية كتقنية. لكن قد يختلف الموضوع، هذا بحلل في دائرة اقتصادية، هذا بحلل في دائرة سياسية. واضح؟ طيب التحليل إذا ما معنى؟ التحليل اسمه معاه يعني. التحليل اسمه معاه أن تفكك، أن تفكك الدائرة السياسية إلى مكونات جزئية. أن تفكك الدائرة السياسية كظاهرة معقدة زي ما شفنا، ظاهرة معقدة، بدك تفككها. بناء على معلومات سابقة. اي نعم بدك تفككها، بس هذا التفكيك ليس تفكيكا اعتباطيا، بده يكون نابعا عن معرفه، عن منهج. اي نعم استخدم منهجيه علميه في الوصول الى الظاهره. فعمليه التفكيك هو عباره عن عمليه اللي هو التحليل، عباره عن عمليه تفكيك لمعلومات، تفكيك للظاهره الى عناصر جزئيه. عمليه التركيب عمليه عكسها. عملية التركيب عملية تعكس. لو أنا مثلا طلبت من طفل صغير يفك هذا الغطاء ويرجع تاني وأقول له اقلب الإزازة هيك، إيش حيفهم؟ حيفهم وظيفة على الأقل الغطاء. إيش سوى الغطاء في الإزازة؟ إيش عمل لي يعني؟ لكن لو فك بهذه الطريقة حتى الآن مش قادر يستوعب إيش القصة يعني. واضح؟ واحيانا كثير بنمسك الزمزميه من طفل صغير وبنمسكها وبنعمل له زي هيك
فبفهم انه هذه يعني تسكرت. قصد اقول عمليه التفكيك وعمليه التركيب عمليه متناظره تكمل بعضها البعض. انا من النوع اللي بحب التفكيك والتركيب، يعني بحب الاشياء العمليه. ممكن يجي على بالي افك الكاميرا هذه واعرف ايش من جوا مثلا. انا اذا عرفت الجوال هذا، الجوال اللي بين ايدي عباره عن شريحه بسيطه ومكبرينه بس عشان نعرف نمسك. الفلاش ميموري هي عباره عن راس دبوس يكبروها بس عشان نعرف نمسكها. يعني احنا لو شلنا البض الخارجي حنلاقي اللي جوا صغير. واليوم في عندنا امكانيه لتسجيل يعني ملايين المعلومات على راس دبوس. طبعا اجهزه التجسس هذه اليوم يعني شيء عجيب، شيء عجيب. يعني بكون برغي في نظاره هو اللي عمله بصور مثلا قلم الساعه. اي نعم، يعني هذه المسائل باتت اليوم معروفه ومنشوره الحقيقه، صارت معروفه. زر في كم في قم القميص او الجاكيت بيصور وبسمع وبرسل وكل حاجة. بالتالي قصد اقول انه هذه التكنولوجيا دقيقه وما يسمى بالمايكرو ايش بسموه هذا؟ بالنانو، النانو تكنولوجيا. النانو تكنولوجيا السياره اليوم انسقط وزنها لكنها بكفاءه السياره الكبيره. السياره اليوم انسقط، يعني اليوم السيارات عماله بتمشي لحالها وبتصف لحالها. وبالمناسبة هذا ليس جديد، يعني ما أتكلم أنا عشان بده يجي بعد 20 سنة. اليوم السيارة وأنت في البيت بتقدر تشغلها وبتقدر بتقدر تعرف كل ما يتعلق بالسيارة، زيت ناقص، العجلات إن كان والله الهواء اللي في العجل اليمين ناقص. حرارة. طيب العكس يا دكتور، يعني ممكن في السيارة تشغل أشياء في البيت. نعم نعم، أنت تستطيع أنك تشغل البيت وأنت موجود خارجه، يعني تشغل التكييف، تطفي التكييف، تفتح الشباك، تسكر الشباك، اذا كان عندك كاميرات تشوف مين الموجود الى اخره الى اخره. طبعا قصدي اقول انه هذا الكلام اللي انا بقوله عباره عن تقنيات رخيصه. هذا الجهاز اللي بحكي لكم عنه بالسياره لا يزيد عن 20 دولار. طب السياره لما تعمل حادث هي اللي بتتصل على جهات التامين وجهات الاسعاف قبل ما انت تتحرك. قبل ما تتحرك. واضح؟ طبعا هذا الكلام اللي نتكلم عنه عباره عن علم. هذا عبارة عن علم وليس يعني وليس أمنيات وليس خيال علمي، لكن خيال علمي اللي امبارح هو حقيقة. كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. كل الأفلام اللي أنت بتشوفها وكثير من أمور الخيال العلمي الحقيقة بتصير يعني في واقع وحياة وحياة الناس. بالتالي عملية التفكيك هي المقصود فيها تفكيك الظاهرة إلى أجزاء صغرى لمعرفة العلاقات العلية بين أجزاء هذه الظاهرة في محاولة لفهم طبيعة هذه العلاقات وإعطاء أوزان لكل واحدة منها. الخلاف ما بين المحللين السياسيين حيال الظاهرة السياسية، البعض بيجي بيقول لك مثلا زي قضية سقوط الطائرة، معلش نأخذ أمثلة حية. البعض بيجي بيقول لك خلل فني. محلل بيجي بيقول لك 99% خلل فني. بيجي واحد ثاني بيقول لك لا يا يعني هذا عبارة عن عمل بشري مقصود. وبالتالي البعض مثلا حيال حالة اضطراب سياسي في البلد في أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية وإلى آخره. الخلاف ما بين المحللين السياسيين بصير أحيانا مش في تعداد هذه الأسباب جميعا، بل في الأوزان النسبية، الأوزان النسبية لهذه العوامل. البعض بيحمل الجانب الأمني، البعض الثاني بيحمل الجانب السياسي، وهذا بيعطيها 70%، هذا بيعطيها أكثر أقل إلى آخره. واضح. ومن هنا تبدو طبعا 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 هذا لا شك فيه، لا شك فيه. لذلك انا ببقى اضحك لما بيجيبوا خبير امريكي بيتكلم عن منطقه في حواري دمشق. غلبان ايش عرفوا هذا؟ مسك له شويه كتب وقال عنه انه بده يعرف ما الذي يحدث في حواري دمشق. وبالتالي كلام بكون هيك يعني مش منطق، مش منطق. علما بانه العامل يعني المنهج التجريبي منهج غربي بامتياز، يعني منهج يعني محترم في الغرب. هناك لو بدك تقولي له انا بدي اشتغل هذا البحث ما بيعمل طلابنا يعني بشكل نظري برضاش. لازم انت تساهم بنفسك، انت بدك تشارك، انت بدك تنزل الميدان. اي والله. انا كان موضوعي في القدس شكلوا لي لجنه. لجنه زي يعني تشبه نوع من المساءله، كيف انت بتقول انك مش قادر تروح على القدس؟ طبعا انا تيقنت ان الموضوع انتهى، يعني حيقولوا له روح روح، لانه ما ينفعش انت تشتغل على موضوع انت ما زرتش الميدان. معلش اي نعم. ف
فايش بدك تقدم على الاقل بدال؟ بدك تقنعهم انه هذه الدراسه ممكن تمشي ولن يمثل ذلك على موضوعيه الدراسه ولا على يعني عمق الدراسه الى اخره. لا ما في. لذلك بتلاقي استاذ جامعي كبير جدا من بيزورونا في غزه هنا، تلاقيه شخص كبير جدا ولكن جاي ينفذ العمل بنفسه. كفيش والله يجي يطلع طالب باحث يروح يجمع له الاسئله من الباحث من بعض العناصر والقيادات، لا هذا لازم هو بنفسه يروح، لازم يكون عنده his own data first hand data بسموها. طبعا هذا اللي هي top بالنسبة له. what's written للليترتشر هذا بيعتبره يعني بيجي رقم 2 و3 بس، اللي هي first hand data هذه طبعا أشياء معتبرة محترمة اللي انت خلقت هذه المعلومات it's your own. بقول لك It's your own data. أنت اللي جبتها. لا هي موجودة لا في مجلة ولا في التقرير ولا في كتاب يعني إحصائي ولا أي شيء. أنت جبت هذه المعلومات وهذه المسألة في غاية الأهمية. إيش يوسف؟ طيب أنا بس بدي أمر كم الوقت الآن؟ 12:30. لا. أنا آسف يعني واضح إنه كلام أخذنا كثير. خليني بس أتكلم عن موضوع في غد الأمر. يعني المحاضرة متأخر ربع ساعة. لا أبدا. ربع ساعة. تأخر ربع ساعة بس. صار بتحضور. 5 دقائق بيظني ولا قد إيه أكثر من 5 دقائق. طيب على أي حال على أي حال. الآن في مناهج أو في مدارس للتحليل السياسي. في مدارس التحليل السياسي. هتكلم عنها سريعا ومرة أخرى يعني هذه الجلسة ل. تفتيح الأبواب أكثر منه يعني الغوص بعمق في هذه المسألة لأنه نحتاج إلى وقت الحقيقة. أنا كنت مضطر أتكلم عن هذا الموضوع لأنه لا يمكن أتكلم عن تحليل السياسي خاصة العناوين الأخرى المطروحة لا تأتي على هذا الكلام الحقيقة، فلذلك أثرت إلى أتكلم عنه. طيب كم بدأ أتكلم عن التحليل وكيف نبدأ وكيف ننهي، لكن خلينا أتكلم عن شيء آخر متعلق بالمدارس. المدارس الفكرية، كل ما يقال عن مدارس التحليل السياسي هي عبارة عن مدارس غربية بامتياز، لا تعكس فقط البيئة الغربية بل تعكس أيضا القيم الغربية. القيم الغربية احنا حنتكلم عنها بشكل يعني سريع، لكن في الحقيقة بدنا نكون حذرين واحنا بنتكلم عنها، لأنها في الحقيقة هي بتعكس بيئات ومناهج وأنساق تفكير غربية غير هيك، واللي أصعب هو عن قيم غربية. من المدارس التي وجدت حتى الحرب العالمية الأولى في السياسة المدرسة التاريخية التي كانت تنظر إلى علم السياسة على أنه علم تاريخ سياسي، على أنه تاريخ سياسي فقط، تاريخ الدولة، تاريخ الأحزاب، العلاقات الخارجية إلى آخره فقط. يعني أنت بتدرس السياسة في سياقاتها التاريخية وليس بوصفها ظاهرة متجددة متفاعلة وقائمة، لأن علم السياسة أحيانا يسموه علم المتغير، وهو الظاهرة السياسية ظاهرة متغيرة. اليوم بتلاقي دول متصالحة شوية صغيرة اللي هي إيش يعني، بالأمس كانت تركيا وروسيا دول بينها مصالح حيوية، تركيا وإسرائيل اليوم إسرائيل عادت العلاقات مع تركيا الدبلوماسية، واضح؟ طيب بالتالي علم السياسة هو علم المتغير نتيجة للتغيرات الحاصلة فيه. فأول منهج من هذه المناهج هو المدرسة التاريخية التي كانت تنظر إلى علم السياسة بوصفه علم السلطة والأحزاب وإلى آخره في سياقات تاريخية فقط. المدرسة الثانية هي المدرسة القانونية التي تنظر إلى السلطة والدولة بوصف مجموعة تشريعات وقوانين، دساتير وقوانين إلى آخره. بالتالي بدك تحاكم الدولة حاكمها من منطق القوانين والدساتير. المدرسة القانونية نظرت إلى الدولة وليس إلى الشعب، نظرت إلى الدولة وليس إلى الشعب، لأن الدولة هي المحكومة بالقوانين وهي التي تضع هذه القوانين، وبالتالي نظرت إلى حكم القانون وليس إلى حكم الأفراد الذين يشاركوا في الحياة السياسية في ذلك اليوم. المدرسة النظمية المؤسسية هذه طبعا متطورة عن يعني المدرسة الأولى اللي هي المدرسة القانونية، تحت تأثير المدرسة التطورية الاجتماعية التي جعلت التحليل ينبع من الحقائق الحية في الوجود القانوني
ومن مقومات التطور الطبيعي النظمي للجماعة وليس مجرد نصوص القوانين، بمعنى أنه تفاعل الناس مع هذه القوانين والدساتير والذي أنتجت نظم مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وآخر إلى آخر. طبعا هذه الأنظمة تلقى العديد من الانتقاد الحقيقة. وفي عندنا أيضا المدرسة المثالية، المدرسة المثالية التي كانت تتكلم عن ما ينبغي فعله، ما الذي ينبغي فعله. مدينة الفاضل، تكلم عن مدينة الفاضل، ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون وليس ما الذي ينبغي فعله. ماشي. طبعا دائما تحاكم العمل السياسي بمنظومة القوانين، بمنظومة القيم أن والله هذا المجتمع أو العالم لازم أن يسود العدالة والمساواة والتعاون وإلى آخره. لكن طبعا هذه المدارس جميعا اصطدمت بواقع الحال، واقع أن المجتمعات ليست كذلك يعني. وين هي القيم لما المجتمعات تتناحض مثلا؟ بالتالي الحرب العالمية الأولى مثلت فجيعة لمثل هذه المدارس. تكلم عن القيم، وين هي القيم موجودة في حياة الناس؟ بالتالي صارت تطرح مدارس أخرى جديدة كالمدرسة الواقعية. حتكلم عن تنتين، المدرسة الواقعية والمدرسة الإبراهيمية بوصفهما أكثر انتشارا من غيرهما. من عندنا واقعية عن الواقعية الجديدة، عن الإبرارية والإبرارية الجديدة. المدرسة الواقعية افترضت إنه هذا العالم عالم مجرم، عالم بيعتمد على القوة، وليس هناك قوة فوق قوة الدول، وبالتالي في عالم فوضى. ولما الوضع بيكون فوضى بصير في عندك نبوت في الدار، بصير تسعى لامتلاك مسدس إذا شعرت إنه فيش نظام في البلد، وهذا وضع طبيعي. بصير في عندك إيش؟ تمتلك أي عنصر من عناصر القوة، بتروح والله بشوف لك مسدس، بشوف لك رشاش، بشوف لك نبوت، ماسورة، حطها ورا الباب، أول ما حد يرن الجرس حط إيدك على كذا. ليش؟ لأنه بلد فلج. هذول الناس الواقعيين بيقولوا هيك النظام، النظام الدولي عبارة عن يعني فوضى، كيس فوضى. وطالما أنه النظام الدولي فوضى، وبالتالي كل دولة مطلوب أن تتقوى بحيث أنها تبقى صامدة في المنظومة الدولية، ولأنه ليس هناك قوة أعلى من قوة الدول تستطيع أن تعاقب المعتدي أو إلى آخره، وبالتالي كل دولة ينبغي أن تمتلك قدر كبير جدا من القوة. عشان الوقت أنا حقتصر كثير فيما يتعلق بالقانونية في المدرسة الواقعية أو ما يسمى بالرياليزم. والرياليزم هو عبارة عن منهجية غربية كما قلت، ليست موجودة بس عشان السياسة، لا، إحنا بنعلمها لطلابنا كيف لما بده يشتغل بحث علمي أن يشتغل طبقا لقيم الرياليزم، كيف العالم كيف أنه يشتغل شيء واقع حقيقي. هذا طبعا قصة لو تشوفوا مثلا في الميثودولوجيز، تشوفوا مثلا قصة الرياليزم حتى في السياسة وفي الاقتصاد وفي البحث العلمي، لأنها منهج حياة. أنا قلت قبل قليل أنه هذه النظم تعكس منظومة فكرية غربية وقيمية في ألمها. طبعا في عندك مثلا اللي هي المدرسة الواقعية القصوى والماكسيمال رياليزم ومينيمال رياليزم، وطبعا قصة طويلة تحتاج إلى كثير من التفصيل، تحتاج إلى كثير من التفصيل. بس أنا خلوني أرد على التليفون، مهم يا جماعة، عشان في امتحان الآن أنا عندي في الجامعة. بسم الله. يا أسراء أعطوني نصف ساعة عشان أصل، بس عشان الموعد المدمر تدش. نصف ساعة فقط، نصف ساعة ماشي؟ يا ريت. المال، السلام عليكم. يعني كانت موجودة معنا وعافية أكيد يعني. طيب، في ماكسيمال رياليزم ومينيمال رياليزم، والكلام حول هذا الموضوع يطول، لكن تتلخص حول أنه هذا المجتمع متوحش، ما على الدول إلا أن تتوحش وتحافظ على قوتها. أسباب القوة كثيرة، قد تكون مادية وقد تكون معنوية، قد تكون بشرية تكنولوجية إلى غير ذلك. وهذا المنهج بالمناسبة لماكسيمال رياليزم تبنوه المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، لذلك اعتبروا، لا تكلم عن الألفية الجديدة، الألفية الثالثة، المحافظين الجدد زي رامسفيل وبوش الابن و وإيش اسمها هذه وزيرة الإنسان الخارجية وكوندوليزا رايس، كان كل هؤلاء يدفع باتجاه أنه القرن الثالث هذا
أو الألفية الثالثة يجب أن تكون القرن الأمريكي بامتياز. وهذا أحد أسباب الغزو على العراق. نعم، وهذا أحد أسباب الغزو على العراق. ولأمريكا أن تمزق كل الالتزامات الدولية وأن ترفع القوة في وجه كل من يتصدى لمشروعها إلى آخره. النظرية الأخرى، النظرية الأخرى طبعا النظرية الأولى تعلم من شأن القوة والمصالح الحيوية، المصالح القومية، ما يسمونه بالأمن القومي. الليبرالية جاءت أيضا نوع من الرد على هذه النظرية. الأولى اعتبرت أنه لا تعاون في المحيط الدولي، واعتبرت أنه اللاعبين الدوليين هم عبارة عن الدول. الليبرالية كانت لها شأن آخر. الليبرالية زي ما تعرفين نشأت في السياق الاقتصادي التي تم المناداة فيها بحرية السوق. حرية السوق بمعنى رفع يد الدولة عن مين؟ عن السوق، عن علاقات السوق وعلاقات الانتاج وتسعير السلع مش عارف ايش. يا عمي يا دولة صفي على جهة انت مالكيش علاقة. هذا عبارة عن يعني عن بروسس يجب ان لا تتدخل فيه، لا في ملكية وسائل الانتاج ولا في السوق ولا في علاقات السوق ولا في اي شيء، وهو يسمى بالسوق الحر. وهي نظرية معروفة، نظرية رأسمالية بحتة. الآن بدأت هذه النظرية الليبرالية في السياق الاقتصادي، ثم تم تعميمها على مجالات الحياة الأخرى بما فيها السياسة. إذا كان من حق الإنسان أنه ينتج أو يختار السلعة بكامل إرادته، أصبح من حقه أن يختار الحزب السياسي الذي يمثله. تالي انتقلت من الجانب الاقتصادي إلى الجانب السياسي. هذه الليبرالية أيضا أعلت من شأن القوة والمصالح الحيوية للدولة، لكن أضافت إلى اللاعبين الدوليين مش بس الدول كاملة السيادة، إنما أدخلت عليها المنظمات الدولية، حركات التحرر وبعض القوى الإقليمية، يعني non-state سموها non-state actor، شركات متعددة الجنسيات، non-state actor اللي ممكن تكون طبعا شركات متعددة الجنسيات دخلت في هذا السياق. في هذا السياق طبعا تكلمت عن شيء جديد الحقيقة، وهو الحكومة العالمية، وهذا عبارة عن أفكار غربية مرة أخرى بامتياز. الآن لاحظوا معي، بيتم اتهام مثلا الرئيس البشير في السودان انه هذا عامل مثلا كذا وكذا وكذا، بيتم طلبه للدخول امام محكمه الجنائيه الدوليه. من الذي يفعل ذلك؟ عباره عن مؤسسات سيادتها فوق سياده الدول، وهذا ما تدعو اليه الليبراليه. الليبراليه طبعا تجد معارضه شديده جدا من قبل يعني الاشتراكيه والمدرسه الاشتراكيه، باعتبار ان ذلك احد اشكال الهيمنه، احد اشكال الهيمنه. طبعا الاشتراكيين بيعتبروا إنه الرأسمالية أحد أشكال الهيمنة، ثم الاستعمار اللي يمثل وجهاً بشعاً للرأسمالية، ثم العولمة اللي طبعاً عبارة عن الفيرجن الأسوأ للرأسمالية. المدرسة الأخيرة التي يريد أن فقط أشير إليها فقط الإشارة، مجرد الإشارة، هي المدرسة الاشتراكية. طبعاً في مدرسة ثانية بسموها المدرسة القيمية الأخلاقية، المدرسة القيمية أو بسموها الأيديولوجية. المدرسة الاشتراكية معروف معسكرها وين؟ هذه كانت تنظر إلى تفسير الحراك السياسي بوصفه نوع من الصراع الدائم وغير المنتهي بين طبقات المجتمع، بين طبقات الهافز اند هافز نوت، طبقات المالكة والطبقات التي لا تملك، وهو عبارة عن صراع أبدي أزلي لا يمكن أن يتغير ولا يتوقف هذا الصراع. نعم، لا يمكن أن يتوقف هذا الصراع. والاشتراكية تنظر إلى العلاقة الدولية على أساس أنها علاقات الهيمنة، الدول القوية تريد أن تسيطر على القوى الضعيفة، وتبقى هذه الدائرة قائمة إلى أن تنتصر الطبقات الفقيرة على الطبقات الغنية، فتكون مجتمعا اشتراكيا. هذا المجتمع يتطور حتى يصل للمجتمع الشيوعي، ثم في المجتمع الشيوعي تنهار الدولة لأنه مصير ملهاش لزوم في علاقات في بناء الدولة. طبعا هي عبارة عن دائرة تشبه هذا الكلام، يعني هذا بصير في صراع عند هذا الدولة الشيوعية، بعدين بصير صراع ما بين الملاك و يعني الفقراء. يتطور هذا الأمر بهذا الشكل في ما يسمونه بالجبرية التاريخية، اللي هو صراع واقع زي الله واحد لا فكاك عنه، يعني واضح. ويبقى الأمر قائم، تصل إلى الشيوعية الاشتراكية عفوا، والاشتراكية تتطور لتصل إلى الشيوعية حيث تسقط الدولة، يصبح لا لزوم لقيام الدولة هنا. ليش؟ لأنه علاقات ما بين الناس لا تحتاج إلى قوة
تنظمها، العلاقة تصبح منظمة على قاعدة من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. وطبعا هي تدين كل أشكال السيطرة والهيمنة التي تحدث في العالم، لذلك نجد أنه اليسار على مستوى العالم وأوروبا والغرب هم اللي بيتصدوا لبعض المشاريع الهيمنة، لذلك الإسلاميين بيجدوا نفسهم دائما قريبين من اليسار فيما يتعلق بالاحتجاج على السياسات الرأسمالية. لكن طبعا في يعني اختلاف عميق جدا ما بين المدرستين أو بين التوجهين. المدرسة الأخيرة بالمناسبة لما تكلم عن عشرات المدارس، سواء كان الصب ما يسمى بالصب ثيريز، يعني هذه لا تتفرع عن أنظمة تكلمنا عنها. النظرية الأخيرة وهي النظرية الأيديولوجية اللي تتبعها البعض طبعا بحسب الغرب، تتبعها الحركات الإسلامية كلها اللي بتصدر في عرض السياسة على أساس تقسيم العالم إلى فسطتين، حق وباطل أو خير وشر. المدرسة يعني الخمينية الخمينيزم أيضا تتبع هذا التوزيع وهذا التقسيم. بعض الأيديولوجيين في العالم أو في الغرب اللي بتكلم عن نهاية التاريخ وأنه هناك صراع محتوم بين الإسلام وبين الغرب الذي قاله فوكوياما أيضا يأتي في هذا السياق، بمعنى النظرة إلى الصراع والعلاقات السياسية على أنها تأتي في سياق تصارعي بسبب ذلك الدين الأيديولوجي. توقف عند هذا النقطة لأنه يعني أقل عليك. إذا في أي سؤال يروح الدكتور برش عند الأستاذ بعنوان العناصر المؤثرة في هذا السياسة وانعكاساته على كتاب التحليل السياسي للدكتور محمود العجرمي. العناصر المؤثرة في الحدث السياسي وانعكاسه على كتابة التحليل السياسي للدكتور محمود العجرمي نائب مجلس. أنا مضطر عشان الامتحان يوسف. Gracias.